والسلام عليكم، اهلا وسهلا مرحبا، ويلكم باك. حلقه جديده، بس بخبركم بديت عن الحاصل حاليا. قلت بفتح طاقه شمسيه لان جتني ازمه، فقمت وسويت هني في هالمكان مصنع كهرباء جديد، وبعد غصب بحسن كفني يعني اداء المصنع مش ولا بد. فقلت ابى طاقه مستدامه اكثر، ولان الطاقه اللي انا اباها بلي شو لحظة، هذا ما في شو اسمه، ما في فحم. زين، خلنا نحط الفحم في الحبيب. ان هذا اذا ما في باور ما يرمي شو الحق امره. باختصار الوضع كله اختصار بالطريقة هاي، كلهم على الفحم. قريبة بقطع الفحم عنهم اصلا، لكن خلي دام انه شغال حاليا. بنخسر هذا شوي الفيول، حاليا قاعد استعمله كسوليد فيول، قلت يمكن ينفعني. المهم مديت خط، سويت سلفر اللي هو هذا، وسويت هذا وسويت السوالف. سويت الحين بسوي مصنع بتاري، لان ليش لازم نسوي سولار بانل، اللي هو لازم نسوي اكيوميليتر ولازم نسوي سولار بانل. هاثنين لابد منهم نسويهم، ما في منهم، هم اللي يسوون السولار بانل كله اصلا. عندي فكرة حاليا انا شو ابى اسوي، ف لابد اني استغل الموضوع. طبعا انتاجنا الاولي يبنى شوي كالعادة، شوي سبلترز، الامور تمشي يعني، مش شغلان يعني. انا كل شيء بخليه الحين بحاول اخليه متوفر لمنو حاليا، ان احاول اخلي السامان متوفر في اللوجيستيك تشين. يعني تقريبا اي شيء اسوي احاول اخليه وين لحظة، هالشي يبقى لحظة، انا قاعد اسوي بتري، انا اصلا خلاص قاعد اسوي بتري، ليش مديت خط جديد؟ السطلة وما تفعل، ما عليك. اوكي، نرجع مرة ثانية لموضوعنا، موضوع البتاري. نبغى بتاري، نبغى سولار بانل اكيوميليتر، يبغى له بتري وعشر ثواني، غير السولار بانل يبغى له شو؟ يبغى له ستيل وهذا وخربطان وكل شيء. المهم مو مشكلة، نحن اللي نبغاه الحين نسوي له اكيوميليتر. اكيوميليتر شو يبغى له؟ بتري، غير البتري ايرون بليت عندنا نحن الاثنين، بنحط له واحد من هذا على اساس انه اسرع، يعني على اساس انه اسرع. بس انا ما بالطريقة هاي، فشو بسوي؟ بخلي انتاج البتري موجود علين يشلون، على اساس اسوي اكثر من واحد، ما بس واحد وخلاص، لا واكثر من واحد. اكثر من واحد هاي لازم يكونوا ثلاثة على الاقل، يعني خل من ثلاثة ما يقزر وياي. بتري بالاضافة الى الخط هذا اللي هو راح يكون لحظة في باور، اصلا اظن اتصور في باور، انه ما في مشاكل في الباور، بنمد باور عقب المشكلة. احنا بنسوي هني اكوموليترز، والاكوموليتر ها راح يكون متوفر لمنو؟ للنظام اللوجستي، لان انا صراحة ما راح ابنيهم بكل صراحة. انا اقول لكم بخلي الروبوتات اللي قاعد نسويها وننتجها هناك ما توقف، هي اللي تبني. هذا كان الهدف كله من الروبوتات اللي كانت عندنا،
ان هي تاخذ التعب كله عني، ليش انا اصير اتعب الحين؟ يمكن الامور شوي تغيرت من بدينا نحن في الروبوتات، بس هي بتكون وايد للاحسن. يعني ما اعرف كم اكمليتر يكفي، كم استاكل اكمليتر لحظه. هني هني الستاندرد ستاك 50 اكثر من كفايه. عندي بلو برنت الصراحه بسوي. وين صار البلو برنت؟ امبورت بلو برنت. هذا ايوه هذا كم اكمليتر فيه؟ في 188 اكمليتر، في 104 سولار بانل. نحن الهدف الاساسي الحين نسوي اكمليترز، يعني بنسوي اكثر، لان اشك اني انا بسوي شيء بسيط، يعني لابد بيكون شيء كبير. وحتى لو ما ينتج اكثر عادي، لان في نهاية اليوم نحن بنتريا متى هذا يجهز وبيبدأ الروبوتات بتبدأ شو بستيل الكترونيك سيركت كبر بليت. طيب كل شيء زين عندنا، زين نبا ستيل والكترونيك سيركت يبقى كبر بليت. حليل الكبر بليت، ما عاد مسوي له سالفة هنا. خلنا شغلة انا الاول ما ادري بالمناهي الحين قمت استهلكهم شوي شوي مع الالكترونيات الزيادة. فمش غلط نحطي اوكي. فانا باخذ الستيل من هني اكيد، يعني وين باخذه؟ لان الانتاج هني مش دائما نشيط. لحظة خلنا نسوي ريسيرش جستك سيستم. انا قاعد انتجهم كلهم. اصفر سويت له؟ لا انا ما سويت الاصفر الحين على فكرة. بنسوي ان شاء الله، هاخذ يوم اسوي الاصفر ونتكلم اكثر عن لوجستيك. والله السلوتس مش غلط الصراحة، بس انا بالسبيد وركر سبيد. ايوه سوي لي ريسيرش وركر سبيد. بناخذ هذا سبريتر كالعادة، كالعادة لازم احط شيء مجروب بس عادي. هذا بيكون جاي هني اوكي. والستيل لحظة هني ليش؟ اوكي هني نصغر المسافة على هذا ونحطي لها سبلتر. الحمد لله ما خربت الدنيا في هذه. نسوي هني ونباء هذا انزه. يعني هذا كله حق سولار بانل. شيء بقولنا بعد الحين لو البرونز، برونز بنجيب الحين. المشكلة بخلي المصنع هنا في الوسط مال هذا. خلنا ننزل شوي، نعطيه مساحة ونجيب لنا كبر بليت ان شاء الله. وناقص بلتر يا صديقي. انا دبلت انتاجكم لا تزعلون، هذا ما له داعي يزعلون. انتاج دبل، انتاج دبل. بس نبه تكتك العدل. اوكي مو مشكلة السالفة كذي. لا السالفة كذي، نحطي هذا، نحطي وراه سبلتر هني. نسوي شو؟ سولار بانلز. والسولار بانلز يبغى لهم ترى الشغلات هي. وين سولار بانلز؟ هذا 1 2 1 2 1 2. اوكي كهربا الاحمر وين صار؟
الحين نباهم كلهم شو يسوونهم حقون كل سامانهم مني هنا نسويهم بهاي الطريقة ولا اقول هذا خلنا بطلة الاساس نسوي هذي وشو نسوي نعقف اللوجستيك هذي ابن هذا هذا يحط هني 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 هذا يعقم كلهم ولا هذا خلو سريع يعقم كلهم وين مكان واحد هذا بعد يحتاج قصير هذا بنتج الحين سولار بنزل بسوي من زرعة شو طاقة شمسية طاقة نظيفة شيء عجيب ترى متجدد لابد تجيب من اماكن صحيحة يا اماكن صحيحة الحين نبقى سولار بانل يا صديقي اوكي وين الصندوق مالي بعد ما جهز زين خلاص الحين نحن سويناهم وحطيناهم في اللوجستيك شو سرعتي انا اكوموليتر كم عندي 33 بلا البطاري انتاجه تعبان البطاري الصراحة جدا اروم ازيد انتاج البطاري على فكرة لان عندي سلفر وايد شو اللي نقصنا هني البطاري صح البطاري في كم يجهز 5 ثواني وهذا في كم يجهز 10 ثواني انا محتاج 2 على اساس يغطون شو اللي هم مسوين اوكي نسوي هني وهني هنا وهنا هذا سوينا الغاز عن طريق هذا ليش واصل ما اعرف ليش حاط مليون واحد هناك المهم نسوي هذا هني ونحط لنا بيب يوصل الماي ناخذ الماي من وين هني لين هني حلو نوصل له شو سلفر اللي هو في متناول اليد انزين خلنا سلفر اللي هو في متناول اليد مرحبا بكم الى العباس الخليجية المهم ما علينا على السخافة انزين يسوي سبلت هني ويعطونا هذا نعم انها الحقيقة يا جماعة هنا نحن وعندكم هني حق اندر جراوند هالخط شو المفروض في اصلا طابوك صح شكرا استوعبت انه في شيء ناقص تكون صدق ادري ناقص انك كهرب صبر انزين صبر ها جود وانت انا عارف انك تبغى مهني لين هني انا فاهم الموضوع والبتري يبا هذا يبا لحظة هني انزين هني بهني بالطريقة هاي حلو نعقلنا هذا نشل منه بهاي الطريقة يعني شوها ما قاعد يحصلها ايرون بليت صح هذا نفس الشيء هنا هنا راحوا هنا انه لا ما ينيت بعد ما ينيت
يعني جاكسون زين هذا هنا يستوي الحين عندنا دبل منو دبل انتاج مشكلة حطها هنا المهم في كهرباء المهم يتكهرب هذا دبلنا انتاج منو البتري طبعا هذا زين بينزل شوي وايد عندنا هذا خلاص اكوموليترز بيون سرعة الحين اسرع من اول هو يبالنا اصلا انت مصد لان الريشيو غلط يبال اثنين من هذا حق اثنين من هاي كل واحد يقدر يغطي واحد بس وانا يعني مفروض يكون عندي بعد ترين ثاني مجرة ثاني اساسا من تمشي الامور كلها لكن ما ظل بحتاج هذه الكمية فعادي 50 اكوموليتر ولا والله بحتاج تبون صدق على الاغلب بحتاج بيكون في فايدة منهم اروم احطي واحد ثاني هني بس وايد برصهم زين وانا مو برصهم هالكثر الصراحة بس للحاجات شو اسمه متطلبات هل نسوي هذا نسوي هذا ياخذ الفرق اسد وياخذ من الجماعة انتاج زين ويطرش ان الانتاج حق منه حق البتري اللي هو عبارة عن هنا هذا مش الا بالطريقة هاي لا مش بهاي الطريقة البشعة لا هني هذا نشله وهذا نلف راسه ونخلي راسه بالطريقة هاي ونجيب هذا نحطيه منو للبتري اصلا مكان مش محصل كبر اصلا حاطنه في مكان على الاغلب ما بيحصل كبر فيه بنزيد الاسملتنج هناك شكل خلاص ما في حل ثاني يعني وصلت لمرحلة بد اني ازيد الاسملتنج بصراحة وصلت لمرحلة الاسملتنج استوى عندي very important وناخذ هذا منه شوف بياخذ يلا نشوف ما ظنها بينتج ما عنده مي بيب انا واقف على هذا اوكي ايش اللي منه حلو وايد اوكي نبي يخليني ما اشيل اكثر الحين المفروض انه يغطي النتاج لكن هذا مفقود الامل منه مرفوع من القلم تاج هني كتر الصراحة تاج هني كتر ولا انا قاعد استهلك والله بعد هني شغال الصراحة لكن في حل واحد ان نحل الموضوع هذا بكبره كالعادة سمولتنج فاكتوري مش مكانه شكلها اليوم ابدا ابدا مش مكانه سمنتنج فاكتوري يبالا هذا أصدقائي يسوي فيه بالطريقة هاي نشيل هذا هني تماما اوكي نمسحه عن الوجود نسوي بالشكل
هذا اولموست يعني وايد اوكي، هذا وايد انا اشوفه وايد اوكي. اذا اقدر ارفع حبتين بالطريقة هاي شوفوا، بعد بيتضارب مصارح هناك، لكن مو مشكلة، ممكن اسوي انا بالطريقة هاي. وشو اسوي؟ هالزيادة اللي مو بها، اخ سوري، هالزيادة اللي مو بها اخليهم يشلونها، ما يحطونها يعني. وبتشوف شو اللي ناقص وبعدل عليه، مو مشكلة، لأن أتصور أن هذا الإنتاج اللي هني يكفي. هذا تصوري أنا، هذا تصوري أنا، صحيح مش صحيح الله أعلم. لا اوكي كان مش صحيح تصوري، لكن بندبر الصرف هذا مو مشكلة. اوكي وهذا بيروح دايركت للين هذا، يمكن اتصور يكون الافضل صح. كل شيء موجود ولا شو في شيء ناقص؟ اوكي لسه مكانه زين، صرفنا في وقت طيب. الى هنا هنشله، نحطيه سبليتر هني، خل نترسه، خل رسمنا البرونز رصة هني، ماشي مشاكل عندي. خلنا شوي نعقد، مش اعقد الموضوع، اخلي الموضوع اجمل. كان حلو للروبوتات اقدر اخليهم يسوون ابجريد بروحهم، ما اعرف. اوكي ها بينتجون، بيوقفون ترى، بيكون انتاج تعبان. زين شو استوى في مشروع السولار مالنا الحين؟ خلنا نستكشف هذا كيف يوصل له، مو بيوصل له مشكلته، انا عندي خطين شغالين وكفايه وزياده بعد. زين استوى عندنا كميه شبه كافيه سولار بانلز، خلنا نوقف عند هذا الكثر. بلو بلت بلو بلت بلو بلت بلو بلت بتخبص. خلي اوديكم عند المصنع الجديد تشوفون شكله على الاقل، بعيد سويته يعني، تشوفونه هذا مصنع كهرباء جبار. ابى اسوي دفاعات هيدران وبيبان وليزر، لكن لازم اسوي كل شيء تمتك هني، بسويه مرة اخرى هني، مكان فاضي الصراحة. انا عاجبني هني، عاجبني عاجبني جدا. لحظة خلونا نشيل هذا، ضيق بحياتي. انزين كان بيجلس اثنين منه تقريبا يمكن، لكن هذا افضل لو كانوا بهاي الطريقة. فخلنا نسوي الخط البديل، كان هذا برد بعد ذلك. طاقة شمسية حلو، أول شيء ما له داعي فيول. لحظة ليش أنا ملعوز عمري؟ خليهم يشيلون هذا كله، هذا هذا نحط لكم اياه هني، نلف
صار عندي مكان بس ما عندنا لوجيستيك روبوتس فعليا هني في المنطقة. شو لازم اللي يستوي فعليا؟ اي بشوية لوجيستيك روبوتس شبكت الخطوط في بعض بس اظني هذا بيوصل. اوكي شلوه كله ممتاز. لحظة تخلك اقرب هنا ان ليش السولار سيستم فيه اصلا منه فيه. اوكي ما انا بلفك انا عقب المشكلة ما بنقص الحين بدنا نقص الحين يا ولك اصلا. اوكي بيكون هذا مكان حلو الصراحة بس انه بي لو بغيت امتد المشكلة وين في يورانيوم هنا ويمكن اسوي في اليورانيوم شيء الله اعلم يمكن ما اسوي بصراحة. سوينا سب ستيشنز بعد ما سوينا انتاج سب ستيشن خلونا نسوي سب ستيشن هنا قريب. سب ستيشن شو كان يبغى والله نسيت شو كان يبغى سب ستيشن. اوكي سب ستيشن يبغى انا اقول لكم ولا اسوي منه هني انا بروحي زين ستيشن وحطيه في صندوق عند هذا حاليا وعقد اخر. شوف المكان ما احلاه صراحة جميل جدا جميل. الحين جاهز انا اذا نقصتني كهرباء اروم انقي مكان وش اسوي فيه؟ مرمى مشي صوب داخله هذا كان اصلا مرمى مبني اذا هم بنو. اوكي ممتاز. اوكي خلال النهار بيسيب لي هذا بينتج لي طاقه وفي الليل بنصرف منها من البتري هذا. شو استوى الليل فنان اخذ طاقه شمسيه الصراحه لكن احس انه ما يكفي. زين ما عندي روبوت في اللوجيستيك سيستم عندي ليش ما يحطون روبوت هني السؤال هني الكلام ناقص. إذا هذا ما عنده كهرباء منو عنده؟ ما أدري. أوكي. أتمنى يكون يعني. وين ربعي؟ كلهم. زين هايل كلهم شغالين خلنا نحط فيهم فحم بيشتغلون بس يطلع النهار بتشوف كيف وضع الطاقة الكهربائية. لا تبالي بالبرفورمانس. شو اوكي ليل اوكي هذا الاول. اما الثاني لابد احط واحد ثاني تمام واكتفي بواحد موضوع. نسوي سلسلة لوجيستيك ما تخرهاش مية. ونجيب لكم نظام السولر الثاني. وين هذا؟ تعالوا كلكم شلوا من هني.
لكن ما حط الريبورت على فكرة. يمكن في شيء في المخطط نفسه مش متأكد، لكن هذا مكانه وايد حلو، نرفع شوي أساس انه يكون بعيد عن منو. أخاف ما يبنونه كله بعد، بس بعدين لو بغينا نقدر شو نسوي؟ نمد يسار ما يكون في مشاكل. هذا الثاني المفروض انهم كلهم يجون الحين يبنونه. ممكن تبنوا لي سوي لنا تلين بتشوف عقب ما يكتمل. ليش ما يحطوا لي روبو بورت؟ انا هاللي قهرني. اذا هذا لازم انا اصير لين داخل واحط لهم روبو بورت، لاني معتمد عليه في كذا شغله. ما بأكثر روبو بورتس على الفاضي، انه بيكون وايد انتر كونكشن، بس مش مشكلة عادي. خلنا نشوف الوضع هنا الحين، الطريقة هاي بيكون اوكي. ما يحطونه لحظة، مي مشكلة أنا بهدمه ويقولكم لحظة ليه يكون ما ينتج عندي روبو بورتس أصلا؟ كان إنتاجه كان أنا ما أذكر عند الستيل اللي هو هني. أوكي أيوه هني. أنا ليش عندي هذا مقطوع؟ أوكي الحين إذا أنتج واحد أتصور بيكون موجود، لأن قبل ما كان عندي هذا ما كان يشتغل لسبب ما أنا شليته. يمكن كنت بمد شيء ما أعرف وما قام ينتج. اشوف قام يشيلون. اوكي اقول يعني اقول شو السالفة. طاقة نظيفة احسن. انا بحط لنا غيض بصراحة. صراحة غيظ بي الحين من يكتمل هذا أمور طيب، بس يكتمل وخلاص. لحظة هاي كلهم متوصلين ولا كيف؟ خلنا نشوف الثاني كيف وصلنا نحن، ده يكون مسولنا واخر شيء مش متوصل اصلا. لا اوكي هذا متوصل في الاوفر هيد. اوفر هيد يبالي ويستلي ولي. اوكي بيب اوفر هيد بيب ولستيل.
بركب له هذا وبرد. بس هني استوى وايد مسافات صغيرة، لكن اظني مسافات صغيرة افضل انه ما يكون في شيء. اكوموديتر ناقصني، بيجيبون اكوموديتر عادي يعني مو مشكلة. بسوي له اوفر هيد واحد وصل فيهم كلهم متوصلين في بعض اصلا. اوكي 10 11 12 20. انا اصلا ما عندي انتاج اوفر هيد يا جماعة، لهذا السبب ما قاعد تركب معاهم يعني، ما قاعد يسوون شيء. وينك انت؟ اوكي ما عندهم اوفر هيد، فحطيت اوفر هيد في الستيل تيست هذا. هذا اروم في الواقع اني امده من هني هني هني، واسوي لكم لازم احط شرط على فكرة، اني مستوي اضيع سبة الشرط اللي كتر السمان اللي ما له داعي عندي. هو سمان المفروض حتى ما يكون موجود، عيب يكون موجود في الشنطة. خلاص اوفر هيد لاين خلنا استعمل هذا، ما ادري ليش في شنطتي قاعد ناشب لي، لكن لازم هذا ما يكون وايد. هذا 50 ماكسيموم، I don't need more، مش محتاج اكثر اصلا. خير شر، هاي متى يستوي عندهم كل السامان؟ ترى بيبنون يعني، مش قضية، موضوع وقت بس. ها اوبرهد، ها سب ستيشن، هذا مش اوبرهد، سب ستيشن كنت حاطنه لهم هناك. هذا بالنسبة لإنتاج الكهرباء اليوم ترى على فكرة. ف هذا إنتاج الطاقة النظيفة سويناه، ها بنوه الحين. اوكي ممتاز، كل شيء متوصل حلو وايد اوكي، بس عندي البور قوي حاليا. بنشوفكم في حلقة ثانية ان شاء الله، موضوع جديد اجدد من هذا، وشغلات ثانية وشغلات اكثر، ونبدأ بأمور اكثر ان شاء الله متطورة.